قدس. الآن ينضم إلي القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، أهلا بك معنا سيد أسامة. بداية نتحدث عن وقف إطلاق النار المشروط والمتعثر، ما هو تعليقكم عليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني لا شك أن هذا الموضوع قد طرح منذ مدة ليست بالقصيرة، وظل متعثرا بسبب رعونة الحكومة الصهيونية ورعونة نتنياهو شخصيا، إذ يتخيل أنه كلما حاول أن يعطل الموضوع قد يحصل على تنازلات أو مكاسب إضافية، وهذا ما لم يتحقق حتى الآن. هناك الآن وعود أمريكية بالضغط على حكومة الاحتلال للقبول بهذا التصور، في حال قبل به الاحتلال كما هو معروض فيمكن أن تتجه الأمور إلى تنفيذه، وإلا فإن من يتحمل مسؤولية تداعيات هذا التعطيل هو حكومة الاحتلال. برأيك هل واشنطن غير قادرة على فرض ذلك على إسرائيل؟ يعني الكل يقول أن واشنطن متواطئة، والكل يعرف أن واشنطن متواطئة في العدوان، ولولا الغطاء السياسي الذي قدمته واشنطن للكيان الصهيوني والدعم العسكري والأمني والتقني ووجود خبراء ومستشارين أمريكيين في وزارة الحرب الصهيونية وفي الميدان وبعض الوحدات العسكرية الأمريكية من فرقة دلتا، لولا كل هذا لربما لم يكن الاحتلال ليجرؤ على ارتكاب ما ارتكب. ولهذا عندما يجري تعطيل مثل هذا المسار غالبا هو جزء من التجاوب الأمريكي مع رغبات حكومة نتنياهو ونتنياهو شخصيا في منح هذه الحكومة فرصا إضافية لمزيد من القتل في أبناء شعبنا، وخاصة في المدنيين والنساء والأطفال على وجه الخصوص. ما هي تفاصيل وقف إطلاق النار أو الهدنة التي تناسبكم، وهل لديكم ثقة فعلا في التزام إسرائيل في حال تعهدت بوقف إطلاق النار؟ يعني بعيدا عن التفاصيل باعتبار أننا لم نبرم الأمر بعد، ولكن السؤال المهم كما تفضلت هل يمكن الوثوق بالاحتلال؟ بكل تأكيد لا يمكن أن يثق أحد بهذه الحكومة ولا بأي حكومة للاحتلال، وهناك اتفاقات وقعت ولم تلتزم بها هذه الحكومة وسائر الحكومات، كاتفاق أوسلو على سبيل المثال الذي جاء برعاية دولية ودعم دولي وحفاوة دولية، ونحن اليوم نجد أن لم يبق من أوسلو إلا التنسيق الأمني، ولذلك قوة أي تفاهم هو أن المقاومة لديها أوراق قوة، سواء ما يتعلق منها بوجود الأسرى في قبضتها، وأيضا فعل المقاومة في الميدان الذي يمثل ضغطا حقيقيا على حكومة